كما من تويتر خبر تصنيع شريحة خاصة تزرع بالدماغ وتعالج الاكتئاب. هذا الخبر لقى تفاعل جدا كبير بعد الإعلان عن قرب طرحها في الأسواق، بعد ما تم زراعتها لأول مريض وهي توضع تحت الجلد. وبنفس الوقت كمان بتبدأ شركة إيلون ماسك للأجهزة الطبية التجارب البشرية أيضا على جهاز لعلاج الاكتئاب. واضح أن الكل مهتم بعلاج الاكتئاب كونه مرض العصر.